انتوا ايه؟ لما اعمل فيديو ما يكملش كام؟ ما يكملش 10 ساعات على بعضيهم ولا 12 ساعة على بعضيهم، ويعمل ويجيب 18 لايك. 18 لايك يا جماعة في 10 ساعات، تفاعل رهيب بجد بجد. معلش على البداية الوحشة دي، بس بجد انا متفاجئ ازاي 18 لايك، 18 لايك على الفيديو يكملش 10 ساعات. 10 ساعات بس يا جماعة، بجد شكرا جدا على دعمكم، ويلا نبدأ بالمقطع. وزي ما انتم شايفين بعنوان المقطع، طريقة جديدة لكسب الأموال. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلت في طريقة جديدة، في طريقة هعمل بتكسب فلوس بس بطريقة بصعوبة؟ هنزل فيديو جديد على الموقع ده، بس موقع مش معقد، يعني الربح فيه بصعوبة. ايوه بالظبط، هو الفيديو ده في الحتة دي بالظبط. ايوه اللي جايب لكم الفيديو ده النهاردة، وهو موقع اد يومي. ازاي تسجل فيه؟ هما 3 خطوات اظن ولا 4 خطوات. ازاي تسجل فيه؟ ازاي تحقق الربح؟ ازاي تبعت لناس يخشوا يسجلوا في الموقع ده، او يخشوا يعني يزوروك في الموقع ده. بس يعني قبل ما ابدا المقطع، قبل ما ابدا المقطع، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب تشتركوا في القناه. معناها هي سبسكرايب، يا ريت تنزلوا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتعملوا كومنت روعه كده زيكم، يا احلى متابعين في الدنيا. بس يلا نبدا الفيديو دلوقتي. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده، دي الواجهه الرئيسيه بتاعتي. المهم دلوقتي بصور كمتاسي ستوديو، ده الموقع اللي عليه الشروحات كلها. هو ده الموقع، موقع اديومي. هو موقع اسمه اديومي. هنعمل ايه؟ عايزين تحوله باللغه العربيه. هتلاقي علم، مش عارف علم ايه ده، سوري اظن او حاجه كده، سوري ايه. المهم تخشوا على العلم اللي فوق ده وتدوس، هتلاقي كلمه عربي جنبها، تدوس عليها، دوسوا على كلمه انضم الان. اسم المستخدم ده هيعاصلك مع ناس كتير جدا، وانا متاكد بالكلام ده. المهم في بعض الناس، يعني مش ناس كتير، بعض الناس. الاسم ده هقول فيه، مش هقول فيه، هكتب فيه اسم ورقم، يعني اسم ورقم وكلمه السر وكلمه السر وبريد الكتروني وحساب رئيسي، الحاجات دي كلها. الحساب الرئيسي دي مالكمش دعوه بيها خالص، الكلمه دي مالكمش دعوه بيها نهائي. هنكتب دلوقتي اسم المستخدم، يعني نكتب اي اسم، مثلا مثلا او اكتب خالد اهو، 1 2 3 1 2 3. كلمة المرور، اي كلمة مرور، اي كلمة مرور. بريد الكتروني، بريد الكتروني، اكتب بريد الكتروني بتاع جيميل بتاعك، يعني لازم تعملوا ايميل جيميل وتروحوا تسجلوا وتروحوا تسجلوا الموقع ده، عشان ممكن والله اعلم يبعت لكم رساله يقول لكم اكد حسابك مش عارف من على موقع ده او مش عارف كذا. المهم اكدوا اكتبوا حسابكم، انا كاتبه تحت اهو، بس هكتب واحد تاني عشان اضمن. يعني تكتبوه كلهم تمام. بعد كده هتكتبوا الكباتشا دي، الكباتشا دي تكتبوها، او اللي هي كلمة مش عارف كلمة ايه. المهم بتكتبوا الكلمات دي وخلاص، ان او مفيش مساطر ولا اي حاجة. وفي حتى في الاسم المستخدم فوق مفيش مساطر ولا اي حاجة، ان او بي يو بي ال اي سي ال اي ان اي. يا رب بس يوافق عشان ساعات بيهبل. ايوه اهو اسم المستخدم موجود بالفعل، ارجع اختيار اسم مستخدم اخر. تمام، دي مش قصدي على دي، بس هي نكتب اي اسم مستخدم تاني. نكتب مثلا خالد فلوجز 333 او اي حاجه، 33 تمام. نخش على انا اوافق على الشروط، كباتشا ايز رونج. نكتب الكباتشا مره تانيه، او نخش يا جماعه طالما انتوا عرفتوا الموقع وكده، اقعدوا جربوا جربوا وفي الاخر اخش معاكم. انا مش لازم اعمل ايميل جديد، عشان ممكن الله اعلم، ممكن الله اعلم يحذر لي
يحظر لي البتاع ده، الموقع ده، فانا عامل ايميل جديد فمش هخش تاني، فمش هخش، هخش على الايميل بتاعي على طول. وانتوا اعملوا، دخلت هيقول لي مش عارف او دخول ناجح، دخلت دخول ناجح، دي الارباح بتاعتي كلها 4 سنت، 4 سنت مالكمش دعوه بالباقي، ده متحسبش، يتحسب من اول هنا 4 سنت بس. جايب 13 مساهده، 13 مشاهده في يوم مش عارف يوم كام، ده يوم 7 سبتمبر، ويوم 6 سبتمبر 7 مشاهدات، ويوم 5 سبتمبر 7 مشاهدات، ويوم 8 سبتمبر 4 مشاهدات، ويوم 9 سبتمبر 2 مشاهدتين، اللي هو 9 سبتمبر اللي هو النهارده اللي هو نزلت وقت الفيديو اهو، 9 سبتمبر مش عارف اسمها ايه، المهم مكتوب عن 9 سبتمبر دي. تعرف منين يعني؟ عايز تعرف اللي الناس ان اول بس حاجه هنعمله الوجع عربيه، هتلاقوا كلمه لانجوج فوق عربيك دوسوا عليها، قلب لكم العربي. عايزين تعرفوا اللي الناس ازاي مين يعني، مين اللي داخل على الموقع ده، مين فيوز، الفيوز اهي عدد مشاهدات فوق اهي، ومشاهدات اليوم اللي هو مشاهدتين بس. المهم الموقع ده كنت بنتكلم، عايزين تعرفوا ازاي مين الفيوز، يعني مثلا الناس اللي بيزوروكوا 33 مشاهد دول عايز اعرفهم منين، اصلهم ايه. المهم بتلاقوا دايره تحت، كل ما تعملوا ريلود يعني اخضر اهو ريلود، تعملوا ريلود تلاقوا الالوان بتختلف، ده اهو الالوان بتختلف. المهم عندي 21 هتلاقيها على الجنب، او ممكن تشوف من هنا، انا عندي هنا 21 مشاهدات من ايجيبت مصر، 4 من سعودي عربية سعودية، 3 من العراق، 3 من موروكو، 1 من نيجيريا، 1 من تونس. تمام، بس كده انتوا كده سجلتوا موقع. تكسبوا ارباح ازاي؟ تعملوا ايه؟ هتخش على كلمة انشاء روابط، تمام، هتلاقوا الحتة دي، تجيبوا اي لينك او اي لينك فيسبوك، لينك اي حاجة، مثلا عشان النت بتاعنا يعني انتوا عارفين نت بقى تيجي داتا وكده. المهم دخل اهو، تاخدوا الرابط ده وتعملوه كوبي وتروحوا على ادخال عنوان الموقع هنا، تعملوا كده، تعملوا بست وتدوسوا انشاء رابط. قال لكم الرابط ده، الرابط ده ايه؟ بيختصر لكم الموقع، بيختصر لكم الموقع. يعني مثلا ايه دي الادومي ده عباره عن اعلانات، هوريها لكم دلوقتي، هنسخه بس، عباره عن اعلانات بتور يعني ايه، تخش على اعلانات، تمام، تخش اعلانات عادي، كل الحاجات دي، تخش موقع اعلانات مثلا. مش انتوا تعرفوا الحاجات اللي هي ادي فلاي والحاجات والمواقع دي كلها، لما بتيجي مثلا متحمسين عايزين تشوفوا مباراه، عايزين تشوفوا اي حاجه، بيخش طبعا لازم يكسب فلوس، الراجل بيفهم، تخش ادي فلاي، تدوس على كلمه سكيب اد، اكيد كلكم معظمكم عارفينها يعني، هتدوس على كلمه سكيب اد هيطلع لكم، انا عملتها اهو، تعملوا كوبي وتنشروه على اي جروب فيسبوك، انستجرام، واتساب، زي ما قلنا المره اللي فاتت برده، الفيديو اللي فات، اي مواقع التواصل الاجتماعي. انا عايز اوريكم، ما تقولوش كداب اهو، دوست نسخت الموقع، كان انا متابع جديد، جات لي الشخصيه دي، جات لي البتاع دي، تمام، اهي موقع هدومي بتاعي اللي انا عامله، كان انا ايه مشاهد جديد، تمام، كان انا مشاهد جديد، يعني كاني مش انا خالد فلوجز، كاني انا بدعي واحد على الفيسبوك يخش يعمل اشتراك ويسجل نفسه. انا اهو كاني مش جديد اهو، عامل قاعد عادي جدا، ماشي اهو يا جماعه، قاعد جدا مفيش حاجه، في الوقت ليه اعلانات طالعه كتير، استنوا هنا فوق 5 ثواني، ايوه اهي، 5 4 3 2 1 0، طبعا كان انا مش عارف، هيدوس سكيب ات، بس انتوا اهو انا دخلت اهو، تمام، تانية سكنا او دخل على فيسبوك، يعني ده موقع زي ما قلت لكم كاريت لينكس يعني، او انشاء روابط، بيعمل روابط بيختصرها لك على الموقع ده، تخش انا مش عارف جديد، مثلا كاتب في فيديو يوتيوب ولا حاجه، مباراه مصر ونيجيريا، مصر واوغندا، اي حاجه، تخش تعملوا هيخش طبعا على الرابط، بس ما تجيبوش المقطع، تعملوا المقطع عادي، تقولوا انزلوا الرابط تحت الديسكريبشن، خشوا اتفرجوا على الماتش تحت في الديسكريبشن، هيدوسوا هيلاقوا زي ما بقول لكم الموقع ده كده،
موقع ده عادي جدا. هدوس سكيب اد، كلمه سكيب اد دلوقتي هتطلع، مش السودا ها الصفرا، عشان في ناس بتدوس السودا مش السودا، هي الصفرا اللي في مربع اصفر يعني. اي هدوس سكيب اد، استنوا هدوس سكيب اد اوكي، هيقفل ده اكيد طبعا مش هو ده، هيخش على المقطع عادي ومش كذب، هيتفرج على الحقيقه علشان يعني تكسب انت فلوس. ازاي تسحب فلوس وازاي وامتى لما تجمع دولارات او فلوس؟ تلاقي مكتوب حاجه تحت هنا، متوسط سعر 1000 زياره بتاخد دولار وسنت، اهي دولار و30 سنت. انا عندي صور 34 زادت مشاهد، كان عندي 2 من شويه، هو متوسط سعر 1000 زياره دولار و30 سنت او 29 سنت زي ما انت مكتوبه 29 سنت، يعني كل ما توصل 1000 مشاهدة بتاخد دولار و30 سنت زي ما مكتوبة اهو هنا. أي حد بقى عنده قنوات كبيرة قنوات على الفيس، عنده ناس كتير قوي على الجروبات يعني على الفيس، عنده جروبات كتير ينشر يقول لهم أنا ربحت مش عارف كذا وهربح كذا لو أنتوا دخلتوا وسجلتوا، وأنتوا لو دخلتوا سجلتوا هتكسبوا فلوس من الفاتي اللي احنا بنقوله ده. إزاي تسحب فلوسك؟ تمام، انا عندي اهو، انا عندي اهو، بعد ما يجي يظهر لك الفلوس هتلاقي كلمه الرصيد المتاح للسحب، تمام اهي فوق اهي هنا دي. عندك كذا طريقه تسحب بيها فلوس، روحوا يعني عندكم مثلا بيزا، فيزا، باي بال، انا عندي موقع في باي بال، وعندكم فودافون كاش وسكريل وايه ده ويب ماني ونتلر وبايونير، ده حساب امريكي مش الكتروني، حاسب امريكي اصلي، ده هطلع منه ماستر كارد هتوصل لي قريبا جدا، وهبقول لكم ايه ازاي تطلعهم، وحساب بيتكوين طبعا المصريين بقى، فودافون كاش، مفيش غير فودافون كاش. هتخش على فودافون، هتروحوا اي فرع فودافون عندكم فودافون كاش، وتقولوا لهم عايزه اعمل ايميل فودافون كاش، محتاج بقى بطاقه ويقول لك رقم تليفونك، وتمنى الاستثمار بتاعتها يعني بتاعتكم وبتاعتهم هم، وتطلع كارت او حساب على التليفون بتاعك. المهم ده يعني هسيبه الشرح كامل بس، وعلى كده تدوس على فودافون كاش، وتدوس الارباح اللي انت عايز تحسبها مثلا 4 سنت وتكسبه كده معانا. واحب اقول لكم دي اداره الروابط، دي الروابط اللي انت عملتها يعني، انا عامل 30 رابط قبل كده، سواء هوريكم دلوقتي بيعمل بروكسينج بس فارق ليا ليه مش عارف. المهم انا عامل روابط كتيره، ده اهو دي الروابط كلها اللي انا عاملها. بس كده خلصت المقطع، بس كده شاهدت الفيديو، يا رب يكون فيديو عجبكم. اتمنى ان تشوفوا تفجير لك قطع المقطع ده، عايز اشوف دعم غير طبيعي. وشكرا جدا على ان انتوا رحتوا اشتركتوا في قناه علوم تقنيه، وهو نزل فيديو جديد مايك، فيديو جديد روحوا شوفوه. بس كده وصلنا للفيديو، يا رب يكون فيديو عجبكم، اتمنى تشوفوا تفجير لك قطع المقطع ده عشان دعم غير طبيعي. بس يلا انتوا لي فيديو جاي، والفيديو الجاي هيبقى ازاي او كيفيه الفيديو الجاي، انتظروه المره الجايه. ويلا يا لهوي 14 دقيقة، السلام عليكم. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un